مثل ما شايفين قدامنا، كوب ماء نصفه مليان ونصفه فارغ. لا لا، مش راح احكي لكم النصيحة المعتادة انه تطلعوا على نصف الممتلئ من الكأس وخليك ايجابي، بل بالعكس، اليوم راح احكي لك انه لازم احيانا تكون سلبي، وانه الايجابية مرات ممكن تضرك ما تنفعك. كيف يا ترى؟ الايجابية السامة موضوعنا لليوم. يلا حلقة جديدة. خلينا نفترض سيناريو بسيط ممكن يصير معك بحياتك اليومية. لو فرضا فتحت عيونك الصبح لقيت واصلك ايميل من مديرك بالشغل عم يحكي لك انك مطرود وانهم استغنوا عن خدماتك. موقف مثل هيك بخليك تزعل وتحزن وتغضب، لانه هالوظيفة كانت مأمنت لك لقمة عيشك. هاد غير الديون والاقساط اللي رح تجي ببالك اول ما تقرأ الايميل. اول خطوة بتعملها انك تتواصل مع صديقك المقرب، لا تشكيله وتفضفض له، وتلاقيه بيحكي لك عادي وخليك ايجابي وانظر للجانب المشرق من المسألة واحمد ربنا انك قادر تصرف على حالك، في ناس ما معها تاكل. شوف عزيزي، صحيح الايجابية مهمة والتفاؤل مفيد جدا، بس في بعض الاحيان الايجابية المفرطة ممكن تدمرك وتكون نتيجتها معكوسة عليك. الايجابية السامة يا عزيزتي لو نعرفها هي الاعتقاد انه بغض النظر قديش الموقف اللي عم تمر فيه صعب، لازمك تحافظ على عقلية ايجابية وترفض الافكار السلبية. يعني انك تحس بمشاعر إيجابية فقط بحياتك، بس الواقع يا عزيزي عكس هيك، والحياة مش وردية، فيها حزن وغضب ومشاعر سلبية من وقت للتاني، مثل ما فيها فرح وسعادة وأمان. ومحاولتك لكبت هاي المشاعر السلبية خلف قناع الإيجابية أمر خطير جدا على نفسيتك وصحتك العقلية. في دراسة نشرت بمجلة Journal of Personality and Social Psychology عام 2018 بتبين إنه الإيجابية المفرطة بتقلل قيمة التجربة البشرية، وبتخلي الإنسان لما يمر بمشاعر سلبية مثل الحزن والألم بيحس بالذنب لأنه مش قادر يفكر بشكل إيجابي، ولأنه عم يحس بهالمشاعر. يعني بيصير يفكر أنه إحساسه بالمشاعر غير السارة هو خطأ. إنكارك لهي المشاعر ومحاولتك تجنبها بيخلق ضغط نفسي بداخلك، وبالتالي بتكبر هاي المشاعر السلبية وبتتضخم جواتك، لأنه من الطبيعي أنه يمر عليك مواقف صعبة، تخسر وظيفتك، ترسب بامتحان، تخسر شخص عزيز عليك، تبعد عن ناس بتحبهم. بس المش طبيعي انك تكبت مشاعرك تجاه المواقف وتقنع حالك انك مش لازم تعيشها تحت حجة الايجابية والتفاؤل. طبعا مش المقصود انك تغوص بهاي المشاعر وتستسلم لها بشكل كامل، بس بنفس الوقت ما تتجاهلها كأنها مش موجودة، بل حاول انك تعيشها وتطلع منها شوي شوي وتتجاوزها. وهلأ في عبارة جديدة طالعة وعم تنحكى كتير، وهي انه السعادة خيار، بمعنى انت بتختار تكون سعيد او لا. هالشي بخليك تظاهر بالسعادة في حين انت مش سعيد، وبتضلك عايش بأوهام مش موجودة بدل ما تعيش مشاكلك الحقيقية وتحاول تحلها وتتخلص منها لحتى تحقق السعادة الحقيقية. يعني باختصار، الإيجابية السامة بتخليك تشعر بالذنب وتحس إنه شعورك بالحزن مش طبيعي، بتخليك تكبت مشاعرك وتتجاهلها وما بتقدر تتعامل معها. وهون بحب أنوه إنه المشاعر المكبوتة ما بتموت مع الوقت، بل بتتفاقم وبتظهر بوقت آخر وبأسوأ الطرق. طيب كيف أتجنب الإيجابية السامة؟ المسألة سهلة ومش معقدة. أول خطوة هي إنك تعترف بمشاعرك وما تنكرها وتواجهها لحتى تقدر مع الوقت تتجاوزها، والأهم من هيك إنك تكون واقعي. يعني لما تنحط بموقف صعب أعرف إنه من الطبيعي إنك تشعر بالحزن أو الغضب أو الخوف. يعني تخيل معي لا قدر الله إنك فقدت شخص عزيز عليك، حسب رأيك هل من الطبيعي إنك تكون إيجابي وتقول أنا مش لازم أزعل ولازم أنظر للجانب المشرق؟ لا، خليك واقعي. أما لو إجا لعندك صديق أو أحد المقربين منك مر بموقف صعب حابب يفضفض لك، خلي عبارات طلع على النص المليان وما تفكر بالموضوع وليش مزودها على جنب، وحسسه انك متفهم مشاعره ومقدرها وانه معه حق يحس هيك، وورجيه انك فاهم صعوبة الموقف اللي عم يمر فيه ومستعد تساعده بدل ما تحسسه انه مشاعره مبالغ فيها وانه الموضوع مش مستاهل وانه لازم يكون متفائل وايجابي. ومن هالحكي الخلاصة يا اعزائي وعزيزاتي، الايجابية مطلوبة، بس اللي مش مطلوب هو الافراط فيها. كونوا ايجابيين وحبوا الحياة، بس اعطوا مشاعركم السلبية حق، عيشوها وواجهوها لحتى تتجاوزوها. وما تضل يا عزيزي متفائل زيادة عن اللزوم وترفع سقف توقعاتك كتير أحسن ما يوقع عليك. وإذا بدك شوية شحنات إيجابية صحية مش سامة، احضر الحلقات السابقة وشاركني رأيك بالتعليقات. إلى اللقاء في حلقة قادمة معي أنا زينب العقيدي.